نروح لقطاع الناشئين في النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين كابتن بدر رجب. يا كابتننا مساء الجمال. مساء الفل كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن، حضرتك اللي وحشني جدا، اخبار صحتك ايه؟ والله في نعمه وفضل من الله، الحمد لله حبيبي كله تمام الحمد لله. دايما بنسال عليك كده وبنشوفك وبنستمتع بوجودك في الملعب دايما. حبيبي ربنا يخليك ويبارك فيك يا ربنا يخليك يا كابتن بدر. كابتن بدر الفتره السابقه فترة صعبة جدا ونجاحات كثيرة لقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، مش مسألة ان انا افوز ببطولة ولكن عدد الناشئين اللي بيتم تصعيدهم للفريق الأول اعتقد هو ده مبتغى دائما قطاعات الناشئين في اي مكان. النادي الأهلي بيلعب على الناحيتين، ان انت تاخد البطولة وفي نفس الوقت عدد كبير من الناشئين يكون موجودين تحت إمرة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وده حصل خلال الفترات السابقة. خليني أقول لك كابتن إسلام إن إحنا بنكمل شغل بعض، اتعودنا في النادي الأهلي إن إحنا نكمل شغل بعض زي ما كان موجود الكابتن خالد بيبو وموجود دلوقتي الكابتن وليد، وكلنا في خدمة وإمارة النادي الأهلي إن إحنا نسعى إن إحنا نخدم النادي الأهلي بكل الطرق. صحيح. وخليني أقول لك إن إحنا بصدد تكوين فريق امل من ثلاث مراحل سنيه، وده الهدف الاسمى والاعلى ان انت تعمل لاعب للفريق الاول والمنتخبات المصريه. ده خبر حلو جدا، ده خبر حلو جدا، وده مشروع زي امبارح مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي. في برضه مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي ان احنا نعمل من الثلاث فرق الموجودين تحت الفريق الاول فريق الامل، وده سابقه تملي النادي الاهلي طباق طول عمره ان هو ازاي يستخدم قطاع الناشئين في خدمه الفريق الاول للنادي الاهلي، ثم بالتبعيه للمنتخبات الوطنيه سواء الشباب او الاولمبي او الفريق الاول. كابتن معلش قبل ما نكمل كلامنا، هل ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر هذا الامر ولا لسه الامر لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي؟ لا احنا بادئين فيه الحمد لله، والموضوع الولاد بيتمرنوا دلوقتي وجمعنا اللعيبه، ويعني بصدد ان احنا ان شاء الله نعلن عنه ويبقى الفريق ده فريق امل للنادي الاهلي موجود. هنعمل له مصات خارجيه ومصات داخليه ان شاء الله يبقى الموضوع كويس، بس احنا مش عايزين نعلن يعني دلوقتي لان احنا بصدد ان احنا لسه بنكون الفريق. لكن سيتم اختيارهم من المراحل السنيه المختلفه الثلاثه اللي تحت الفريق الاول. ده اللي نقدر نقوله يعني في هذا الامر. مظبوط مظبوط، عشان كمان نعمل فريق او نعمل بطل رياضي من صغره متعود على البطولات. هايل يا كابتن، هايل. في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه ان انت تمرن لاعب يعني ايه يدرك ويعي وينفذ ان هو موجود في النادي الاهلي بيلعب على بطوله، المركز الثاني بالنسبه له المركز الاخير، مش بيلعب وخلاص، لكن انا ربي لاعب ناشئ عندي يبقى صاحب بطوله وبالتبعيه بيلعب فوق وهو بيحارب على بطوله، لان النادي الاهلي نادي بطولات، بالتالي بيحتاج ناشئ اصحاب بطولات من الصفر، وده اللي بنسعى له وده هدف بالنسبه لنا، لكن الهدف الاسمى ان احنا بقطاع الناشئين ان احنا نعمل لعيب للفريق الاول، وده هدف اسمى واعلى بكثير من ان احنا نعمل بطوله وناخد كاس او ناخد مركز. صحيح. ده بيهمنا في المقام الاول، ولكن هو ضروري جدا للنادي الاهلي لان قدر النادي الاهلي ان هو تملي بيلعب على بطوله سواء محليه او قاريه او عالميه بالاشتراك في كاس العالم للانديه. الحقيقه مشروع رائع، واعتقد ان هو يوازي مشروع القرن اللي احنا شفناه امبارح، وهذا المشروع الرائع لانه في النهايه ان يكون عندك فريق ان شاء الله ان شاء الله يكون معظمه موجود في الفريق الاول لو ليهم نصيب طبعا، اعتقد ان ده هيوفر مبالغ كبيره جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت يخليك تاخد بطولات كثيره جدا من ابناء ناديك. انا مش عايز احرق الموضوع كله ولكن اعتقد ان دي بدايه، وعندما ينتهي كابتن بدر وكابتن وليد من هذا الامر اعتقد سيتم الاعلان عنه يا كابتن بدر بشكل رسمي. هو موجود في دراسه وما بيني وما بين الكابتن وليد سليمان رئيس القطاع وكابتن محمد شوقي كابتن تامر حتمي، كل الناس القائمين على القطاع همهم الشاغل ان هم ازاي يفيدوا النادي الاهلي وازاي يشتغلوا للفريق الاول. تملي يعني لما بتشوف كابتننا الكبير كابتن محمود الخطيب والتضحيات اللي بيأديها للنادي الاهلي عشان يبقى النادي الاهلي تملي هو نادي القرن والنادي الاسمى والاعلى في افريقيا وفي الوطن العربي، اكيد انت كواحد من ابناء النادي الاهلي بتحاول تساعد ولو حتى بمجهودك. وده موجود اتعلمناه في النادي الاهلي، احنا بنشتغل بنظام العائله
كلنا بنقدم علشان حتى اللي يجي بعدينا يلاقي حاجه يستند عليها، ودي حاجه اتعلمناها من الناس الكبار بتوعنا، حتى اللي موجودين دلوقتي اتعلموا من الكبار واحنا بنتعلم منهم، وده هيبقى موجود طول ما النادي الاهلي قائم على ارض مصر ان شاء الله. اجيال دائما تسلم اجيال. بدانا من هذه وانا بتفرج على الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي، كان في اولياء امور كتير واقفين، اذا دي اختبارات النادي الاهلي في مراحلها الاولى اللي انتهت النهارده او انتهت اليومين اللي فاتوا، ثم دلوقتي بدانا في المرحله الثانيه. كابتن بدر لو تشرح لنا اكتر. نعم، عملنا اختبارات في القاهره. نعم. اهلي بلديه مصر، ودي كانت اختبارات اوليه. خلصنا منها، هنعمل التصفيه الفتره اللي جايه، ابتدينا نروح المحافظات. النهارده خلصنا محافظه الزقازيق من ابو كبير، وانتقينا بعض اللعيبه برضه هيتم تصفيتهم في اهلي مدينه نصر، وبكره ان شاء الله هنبقى في زبته، وبعديها ان شاء الله السويس، وبعديها اسكندريه، ثم نتوقف شويه لغايه اجازه العيد، وبعد كده ناخد خط الصعيد، وبعد كده ناخد خط شمال سيناء والغردقه والمناطق اللي بعد كده. وده يعني مجهود شاق جدا على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن احنا قدها وجود ان شاء الله، لان في الاخر كل ده بيصب في مصلحه النادي الاهلي. احنا سعادتنا اما نجيب لعيب كويس يمثل النادي الاهلي. صحيح. احنا ما بنشتغلش لنفسنا، تملي قدر النادي الاهلي، هو بيشتغل للاخرين، ان انت تشتغل للمنتخب المصري بجانب ان انت تشتغل لناديك النادي الاهلي. بس مجهود كبير يا كابتن، برضه اسكندريه، شرقيه، سويس، زقازيق، يعني تقريبا كل محافظات مصر، والباقي هيكتمل بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، فبالتالي مجهود كبير جدا تستحق عليه الشكر، ولكن انا عارف انه النادي الاهلي يعني دايما احنا يعني كل المسؤولين في النادي الاهلي يقدروا يعملوا اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. لا، شكر على الواجب يا كابتن اسلام. احنا بنشتغل في النادي الاهلي. نعم. وانت بتستمتع بالشغل، انت بتحب، يعني احنا بنحب نستمتع بالشغل اللي بنعمله، حتى لو كان شغل فيه ارهاق ومجهود كبير جدا، لكن انت بتحب تشتغل في حاجه بتحبها، وبتشتغل في مجال تخصصك. صحيح. وبتشتغل في حاجه اسمها كره القدم. كره القدم دي بحر واسع جدا يا كابتن اسلام. حقيقي. من حيث الانتقاء، ومن حيث التدريب، ومن حيث العلم، ومن حيث الثقافه، كل ده موجود وبندرسه وبنتعلمه ونشربه من النادي الاهلي. اللي جاي ايه يا كابتن بدر؟ يعني بعد الاختبارات هتبدا الفرق اعتقد بقى ترجع مره تانية، وبالتالي يعني مجهود جديد وامور جديده قد تحدث خلال الايام القادمه او بعد نهايه الـ يعني الـ الاختبارات. ان شاء الله بعد نهايه الاختبارات هتبقى في تصفيه، وبعد كده هيبقى فتره اعداد الفرق اللي موجوده في القطاع، ومن اول فرق البراهم. واحنا السنه دي عملنا حاجه جديده برضه زي السنه اللي فاتت، بدانا اختبارات 2019، ودي اول مره تحصل في مصر. وزي ما قلت لك ان النادي الاهلي رائد في كل حاجه، حتى في انتقاء اللاعبين من الصغر، ودي مرحله شاقه جدا جدا جدا، وبتعود مجهود كبير جدا، انك بتتعامل مع طفل صغير عنده 5 سنين او 5 سنين ونص، ويبتدي يتعامل مع كره القدم، سواء من ناحيه الاحساس بالكوره والاكتشاف والاستكشاف، كل دي حاجات بتبقى موجوده في الطفل الصغير، محتاجه ناس عندها خبرات كبيره جدا، سواء خبرات عمليه او خبرات علميه، من حيث الانتقاء ومراحل الانتقاء والاسس العلميه والعمليه في عمليه انتقاء الناشئين للنادي الاهلي. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن بدر، ودايما تبقى موجود معانا ان شاء الله بعد نهايه الاختبارات وقبل بداية فترات الإعداد تكون موجود معنا، ليتم بقى الإعلان عن مشروع فريق الأمل خلال الفترة الجاية، لأنه الحقيقة هذا المشروع وجهة نظري الشخصية يعني مشروع مهم جدا 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 للنادي الأهلي. إن شاء الله يا كابتن إسلام الفترة اللي جاية دي بنعد جماهير النادي الأهلي، وبنعد مجلس الإدارة ولجنة الكورة ولجنة التخطيط، ان اللي هيبقى ترجع نرمه لعيب النادي الاهلي اللي هم عندهم 17 سنه 18 سنه ان شاء الله يلعبوا في الفريق الاول، وده هدف بسعاله من زمان جدا جدا جدا. نرد حاجه خفيفه جدا اللي عمله معانا النادي الاهلي، ان احنا نعمل قاعده كبيره جدا من الناشئين تلعب وهي صغيره وتمثل النادي الاهلي من حوالي من 10 سنين ل 15 سنه بيلعبوا متواصل، وده هدفنا الاسمى والاعلى في الفتره الجايه ان شاء الله.
انا بشكرك جدا يا كابتن بدر على وجودك معانا. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم.